سلام الناس، الناس كنا كلكم بخير وعلى خير. كده يا ريت لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. ناس غبرت عليكم والله العظيم، غير مع الوقت جري عليا نجري عليك. راكم عارفين الناس اللي كيجيو من برا راه كيبقى نهار تابع نهار نهار تابع نهار، يعني كل نهار كيكون عندك بروغرام كديري فيه شي حاجه. لكن اليوم قلت لا، ضروري ما نبارطاجي معكم هذا الفيديو استفاده للناس اللي باغي يعرف هذا الشيء اللي غندير اليوم. بالنسبه لي البنات جيت لواحد الكابيني دونتير اللي متبعه معاهم تقريبا دابا شهر، باش جيت عندهم شي ربعه الحصص. جيت هنايا عند الدكتور مرجان صفاء، كاينه في يعقوب المنصور او بالضبط في القامره. الكابيني دونتير صراحه زوين، ليكيب اللي خدام فيه الله يعمر ليهم الدار، كيستقبلوا مزيان. المواعيد البنات ما نقولش ليكم، كتجي في وقتك وكتدخلي. طبيبه خلاصه غزاله تعطيك الاختيارات، كتحاول تعاونك باش توصلي لديك النتيجه اللي بغيتي. المهم انا بالنسبه ليا البنات كل حصه كنت كنجي كندير حاجه. بالنسبه ليا البنات انا غندير لي غوتيير. لي غوتيير راه كنت وريتهم ليكم في واحد الفيديو. لي غوتيير هي واحد لاباغاي ترونسبارو كتركب كتدير تقويم الاسنان، يعني تعاود دوك لي با. كاينه واحد لاباغاي دابا ساهله كتركبيها لراسك يعني بوحدك، يعني ما كتجيش انك ترجعي للطبيبه وتعاود تبديها لك، يعني بوحدك كتوريك الطبيبه كيفاش تستعملها وكتستعملها. وهذه حاجه زوينه بالنسبه للناس اللي عايشين برا بغاو يديروا تقويم الاسنان في المغرب، وكيبقى داك المشكل ديال انهم خاصهم كل 4 شهور يهبطوا للمغرب باش يعاودوا يزيروا. هاد لي غوتيير ساهلين زوينين، كتعطيك واحد السيري ديال هاد لي غوتيير، كتبقاي كل 15 يوم كتبدليهم، هما اللي كيقادوا لك الاسنان. بالنسبه للمشكل اللي عندي انا هي هاد الفرقه، وسعت ليا بزاف يعني تحلات بزاف، وبغيت نجمعها شي شويه. وكذلك عندي واحد جوج سنات لتحت كانوا عواج وليات، هما بغيت نقادهم. ماشي هذا غير مشكل اللي كان عندي، كان عندي مشكل اخر، هي واحد اللحمه هنا اللي هي اللي كانت سبب ان اسناني يعني تباعدوا تحل ليا من جد تزيد تكبر. ما كانتش عندي بهذا الشكل، مع السنين بدات كتكبر ليا بزاف. اول حاجه درت واحد العمليه جراحيه صغيره وراه حيدوا ليا منها، ودرت ديتاكتراج نقيت سناني حتى قديت سناني مزيان كاملين، درت لهم واحد لو كونترول. عاد دابا ممكن نركب لي غوتيير اللي ان شاء الله غنبارطاجي معكم هاد المراحل كامله اللي غندير اليوم عند الطبيبه. اول حاجه البنات غنضرب بكم دويره في هاد الكابيني دونتير بيرفكت سمايل غابه. ملي كتدخلي وما كاينش المشاكل اللي عندك في سنانك حتى كتخرجي باهته وعاجبك الحال، هادشي اللي كاين البنات. المهم غنضرب بكم واحد الدويره في السونتر اللي حمقني ونتلاقاو من بعد.
première fois, ça tire. C'est ta jambe. Voilà, regardez-moi. Au début, c'est une masse de la première étape. La deuxième, c'est une vraie. Chouïa. Donc il faut faire attendre, ensuite on fait des chouïa. 10 minutes. ومن بعد راه بقات تخدم بها كطيح بوحدها. ولا لو كانت تخدم بها كطيح بوحدها ماشي ندوز المرحله الاخرى. نعم. تو تيرميني كاز جو. صافي. صافي دابا عاوتاني نعاود. وكان مبيض هكا. لا لا عندك دي سي اون غاتطبخ غاتطبخ. انا دابا تاخد لا فورم. حتى هي بلاستيك هي دابا شويه غاتطبخ. اكزاكتومون ال بوا لا فورم. دابا دابا سكي سي باسي افيك ديك كان عندها ان فخا. الخلا ديال دونك ملي تحيد لو فخا ديسنا هل يمكن ديرو لوحدو ان تريتمون اورثودونتيك اللي كنقول يلاه زيرنا تيحرق ديك الساعه وبعد صافي كيكون غير هو شحال من واحد كيشوف ملي كيبداو يضحكو بوحديتهم صديق كيترخبو كيمشي لا دوزيام ايتاب تيزرب نعم هادي تمشي لكراف علاش لان لا دو كتكون باقا ما خداتش لا بوزيسيون اللي بغينا كيدوز لدوك ايتاب تيحرق المراكب كيتقلصوا كيتمددوا دابا نخليهم هادو نخليهم 15 جو نعاود لهم تحيدات وبعدي تصفى تو جات لي بروميير عندك توت ان باك بالليل تحيدهم بالليل مين تبغي تناس تناس بيهم عندك نورمالمون المهم ملي تبغي تاكل تحيدهم فوالا Respecter les conditions d'usage des gouttières de dalaïne. Porter les dalaïnes 22 heures sur 24. C'est-à-dire, on a fait 20 heures, tu vas les porter 22 heures. Pendant toute la durée du traitement, respecter les séances médicales programmées avec le médecin. Normalement, quand la patiente est là, chaque 2-3 mois, tu as dit, ouais, check-up. Tu as chauffé le liquide, voilà. Quand vous n'êtes pas là, on va faire ça sur WhatsApp. Enlever la gouttière lors des repas ou activités nécessitant des efforts physiques. C'est-à-dire, si vous faites un sport de combat, automatiquement, bah oui, parce que tu as le temps pour le trimper ou le Alors, et les repas, maintenant, préservez les gouttières des sources de chaleur, donc c'est la première, boisson, les bains. Alors, évitez de boire des produits colorants lors du port de gouttières. Donc, tout ce qui est colorant, même chez Rochebe, les gouttières, parce que c'est tout colorant. On m'a rendu chez nous, quand on a de l'esthétique, Alors, informez mon médecin en cas de perte de gouttières dans les 24 heures qui suivent, c'est-à-dire au cas où vous étiez à un restaurant, ah là, c'est un problème. C'est pour ça que normalement, moi, je donne une boîte. Fini dire moi. Un homme transparent. Un homme cherché. Un homme transparent. واحد البلاصه هما دابا هنا ما تيبانوش بزاف دونك نيمبورت كي دونك سي اون لي ميت هاد لا بواط باغ اكزومبل هادوك كانوا هنا سي بون سي بريزيرفي بان لي كرويت لا بروتيزيون اصلا اكزاكتومون عندك دو بواط واحده غتخليها عندك وحده في الدار الوغ نيتواي سون باسي لا ديتور افيك اون بروس ادون سوب غناخدو اون بروس ادون سوب
ديروها لا غوتيير والبروس ادون ديالك نورمال صافي. نتوالي لي غوتيير ديالنا افيك لو دو روبيلي كيما عادي نورميني عادي اكزاكتومون. اون بو اون بو ميتر دي بان دو بوش اون فوا شاك 4 جوغ مي ما يكونش فيه نهائيا الكول سونز الكول. ما كاينين كاين اللي كيسبروا فيه كديريهم واحد الشويش وتتحيدهم غير بور دي زامبل باش ما تخليهم عند واحد وصحه واضح. حنا نغسلو دوك دابا ما عرجوش عندك صافي سالينا غنديرو ان كونترول غنديرو ان كونترول انا ضربت ليك ليا دوك C'est vrai. Le premier contrôle avant de partir. On va déchirer. Alors, tous les gouttières sont là. Tout le traitement, il est là. Merci beaucoup. Je vais vous faire un grand plaisir. 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 الحمد لله الحمد لله. رجعت معكم البنات من بعد ما رجعت من طويفة صراحة ما نقولش لكم جاية فرحانة وعجبني الحال غنقاد سنيناتي إوا لالا وينعم أسيدي صراحة فاش درتهم حسيت بشوية ألم ما نكذبش عليكم ضروري قالت لي نفس بابا قالت لي راه واحد الساعة حتى لساعتين غتحسي بشوية دي دولور حيت نورمال كديري لي غوتيير كيبداو يزيروا لك في السنان عادي راه غادي تحسي بداك الالم ولكن دابا الحمد لله ما كنحس لا بالم حتى شي حاجه غا هي الهضره البنات ديالي غنولي نتتتتتتي عليكم الهضره ديالي راه تبدلات انتما كتسمعوا تتتتتا غنولي دير تتتتتا. المهم معليش اللي بغى العسل يصبر القريص نحل. المهم البنات بالنسبه للحصص اللي درت عند الطبيبه تقريبا درت خمسة ديال الحصص. بالنسبه الاولى كانت بروميير فيزيت درت فيها الراديو شافت لي سناني وهذا وقالت لي شنو الحوايج اللي غنديروا فيهم. ثاني مره فاش مشيت كنت حيدت هاد لو فرا هاد واحد الحال الحمه كتكون هنايا انا كيصحاب لي في الجا قالت لي لا هادي ماشي في الجا هادي حاجه اخرى وقالت لي هي السبب اللي خلات السنان كيتباعدوا يعني تحل لك هاد الفلجه وتولي تحل يتحل لك السنان ويبان لك هاد الخوا كبير قالت لي كون خليتيها ما حيدتهاش غتزيد تكبر لك اصلا قالت لي جيتي معطله قالت لي فين كنتي قلت انا كيصحاب لي عندي فلجة عاجبني راسي قالت لي لا هذه حاجه اخرى خاصك تحيديها ضروري لان هي اللي غتخسر لك السنان ديالك الا ما حيدتيهاش. حيث صار يمكن الثالثه فاش مشيت عندها كانت دارت لي كونترول على حساب هاد العمليه الصغيره اللي كنت درت. والرابعه فاش مشيت كانت درت هذا درت نيتواياج سناني درت تيتاغتراج وكانت دارت لي حتى الليزر على حساب هاد السنان باش ما يبقاوش يتزعزعوا من بعد. هادشي شرحات لي هاد القضيه ديال الليزر واخا كان ما كنتش عارفه بها بزاف الحوايج شرحات لي مسكينه اليوم قالت لي راه درتها لك على حساب واحد العظم كيكون لتحت بينو العظم وتيكون اللحم ديال السنان هذا اللي كيبانو كيكونوا سنينات بحال اللي كتحبسو ما يخليش السنان يبداو يتحركوا. المهم على قد فهمي انا هادشي اللي فهمت وصافي. اليوم كان عندي رونديفو انني نركب لي غوتيير اللي كنت كما قلت لكم كنت هضرت لكم عليهم في واحد الفيديو قبل وكنت درت لكم تصويره ولكن المهم الفيديو راه شارح راسكم شفتوا كاع المراحل اللي درت باش ركبتهم. كذلك البنات في الفيديو كما شفتوا راه شرحت لكم الطيبه ديال الطريقه ديال الاستعمال ديالهم راه ما كتحتاجش تمشي عند الطبيبه ولا شي حاجه يعني كتركبيهم راسك. كذلك البنات شرحت لينا الطبيبه في الفيديو كيفاش نتعاملوا معهم يعني كيفاش نستعملوهم. وبالنسبه للبنات لي غوتيير انا خاصني نستعمل بالنسبه للفوق غندير عام باش باش يتقادوا ليا وبالنسبه لتحت عندي غير 9 شهور. هنا البنات راه عطيهم ليا الطبيبه بالارقام يعني فيهم هنا الرقم مثلا دابا عندك الرقم واحد باش ندوز الرقم جوج هو هذا من بعد 15 يوم عاد نقدر نركبهم باش نشوف الرقم جوج فين كاينه. ها هو ها هو شوف هنايا رقم جوج ها هو رقم جوج وانت غاده كل كان جوج كتركبيهم كل كان جوج كتركبيهم حتى كتكمليهم كاملين كل واحده البنات على حساب السنان ديالو. هادي غوتي غالبنات كيبقى على حساب الحويجات اللي خاصك تصوبي في سنانك. كاين اللي كيصوبهم في عام كاين اللي كيصوبهم غير في 6 شهور كاين اللي كيصوبهم في عامين كل واحد على حساب مشاكل ديال السنانات اللي عنده. هادشي اللي كاين البنات نتمنى انني نكون شرحت لكم كلشي على هادشي درت انا في سنيناتي. بالنسبه للتليفون اللي بغى يتواصل ولا اللي بغى يدير واحد لو كونترول هو هذا اللي غنخليه لكم الفوق هنايا اللي بغيتو تواصلوا معاه وتاخذوا فكره ولا تديروا واحد لو كونترول تعرفوا شنو كاين. نتمنى انني نكون بارطاجيت معكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. قبل ما نختم الفيديو ديالي كنقول للدكتور صفاء مرجان شكرا لك بزاف بزاف شكرا لك على الاستقبال شكرا لك على الصبر ديالك مع الناس اللي كيجيو عندك صراحه ظريفه وكتاخذ بالخاطر وكتخليك تنتي حريه الاختيار والاقتناع ما كتفرض عليك حتى شي حاجه. كنقول لها شكرا لك من هذا المنبر. نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله ومع السلامه.